قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. على المرء أن يجتهد في أن تكون مفردات حياته محصورة، لأن الأمور كثيرة، ولو أن الإنسان أراد أن يسير في الحياة على مواضعات وعرف الناس فإنه يضل ضلالا بعيدا، لا في الدين وحده، وإنما يقع له ما لا يشتهيه في علاقته بنفسه، بعد علاقته بربه، وفي علاقته بمن حوله من زوجه وأولاده وأهله إلى غير ذلك من هذه الأمور. وإنما تستقيم هذه المسائل مع الرجل إذا اتقى الله تبارك وتعالى في نفسه أولا، لأن الإنسان يظلم نفسه بعلاقته بربه، وأظلم الظلم الشرك بالله جل وعلا، كما أن أعدل العدل وأكبر الحسنات التوحيد. فإذا فر المرء من هذا الظلم العظيم وصار موحدا مؤمنا بالله جل وعلا حق الإيمان، بعيدا عن الإشراك بالله جل وعلا، فإنه يمكن أن يظلم نفسه: إن لبدنك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا. يمكن أن يظلم زائريه: إن لزورك عليك حقا. يمكن أن يظلم أهله: إن لأهلك عليك حقا. وعلى المرء أن يضع من القواعد العامة قاعدة عظيمة بإزاء عين بصيرته، لتكون دائما بين عينيه أن توجه رآها. إن أردت أن تتحصل على حقك فأدي الواجب الذي عليك، إذا أردت أن تتحصل على حقك فأدي الواجب الذي عليك. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بيته مثالا عظيما ساميا لما ينبغي أن يكون عليه الزوج المسلم، ولا جرم، فإنه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يعني أن يكون المرء متفلتا ولا أن يكون متهاونا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جده من مداعبته، وكانت أهله تعرف متى يكون الجد في صوته، حتى إن عائشة رضي الله عنها في يوم عيد وكانت الحجرات حجرات أمهات المؤمنين تفتح في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد، جاء الأحابيش ليلعبوا بالدرق وبالرماح في مسجد الرسول كلون من ألوان التدرب على الحرب إلى غير ذلك، ولكن بطريقة فيها نوع من أنواع اللطف، فكان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرة عائشة، وجاءت عائشة من أجل أن تنظر إلى الأحابيش وهم يلعبون بالرماح في مسجد الرسول في يوم العيد. وفي يوم العيد لون من ألوان الترفيه واللهو المحمود الذي لا يخرج المرء عن وقاره ولا يخرج المسلم عن الرزانة والاتزان. فوقف النبي على باب غرفة عائشة ووضع يده على كتفه، فجاءت فوضعت رضي الله تعالى عنها ذقنها على كفه، والذقن سوى اللحية الشعر النابت على العارضين وعلى مجمع اللحيين لحية، وأما الذقن فهو مجمع اللحيين أي مجمع العظمتين، فالرجل له ذق والمرأة لها ذق والطفل الصغير بل الوليد له ذق، وليست الذقن اللحية، اللحية الشعر النابت في وجه الرجل. فوضع يده ووضع ذقنها على كفه صلى الله عليه وسلم، ومضى وقت وهما ينظران، فقال لها: حسبك يا عائشة، يعني يكفيك هذا يا عائشة. فتقول له: اسكت، فيسكت صلى الله عليه وسلم. ثم بعد حين يقول: حسبك يا عائشة، فتقول: اسكت. ثم قال: حسبك يا عائشة،
قالت: وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرفت. فينبغي على المرء أن يكون حاسما في غير شدة ولا عنف، وأن يكون لينا في غير تسيب ولا ضعف. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون وسطا بين هاتين الرذيلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الديوث، وهو الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه، لا يدخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها ديوث ولا قتات. فأما القتات فهو النمام الذي ينقل الأحاديث بين الناس على سبيل الوقيعة وإيغار الصدور بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يكون ملتزما بدين الله جل وعلا، وأن يكون لطيف المعشر، حلو اللفظ، أن يكون سهلا في تعامله، لا أن يتشدد في معاملته، لا في كلامه ولا في حركة حياته، ولا في بذله ولا في إنفاقه، وإنما يكون الرجل في بيته وسطا بين الإسراف والتقتير، فهاتان رذيلتان، والإنفاق الحسن بين هاتين الرذيلتين. وكذا كل فضيلة في الوجود، فكل فضيلة في الوجود وسط بين رذيلتين.